نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. ملتزمون بأمن إسرائيل وقواتنا بالعراق، بايدن مرحبا بالسودان، والثاني يؤكد سننتقل إلى شراكة كاملة مع أمريكا. مستنكرة تهديد نوابها في ديالى، كتلة السيادة تحذر من فرض الإرادات بقوة السلاح وتدعو لإنفاذ القانون والتوافق. الدايني تزف البشرى لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تعديل قانونكم ليضمن حقوقكم بالصحة والتعليم. أهلا من جديد. البداية من الزيارة الاستثنائية التي يجريها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى الولايات المتحدة، حيث بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. السوداني أكد خلال اللقاء على ضرورة العمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة بطريقة سلسة وممنهجة ومدروسة تقوم على أسس الاقتصاد والمجالات الثقافية والسياسية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي. نحن نبحث الأسس المستدامة والرئيسية لشراكة شاملة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال الانتقال من العلاقة الطبيعة الأمنية والعسكرية بطريقة سلسة ومدروسة وممنهجة إلى علاقة قائمة على الأسس الاقتصاد والمجالات الثقافية والأمنية والسياسية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي. الحرب على داعش كانت أساس التعامل بين العراق والولايات المتحدة طيلة العقد الماضي، حيث قاتلنا معا وانتصرنا على الإرهاب. سيادة الرئيس، كان النصر مهم على داعش، وهذا تحقق بفعل تضحيات الشعب العراقي. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد استهل ترحيبه برئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بالتزامه التام تجاه أمن الكيان الإسرائيلي وأمن الأفراد الأمريكيين في العراق والمنطقة، مؤكدا أن الشراكة بين العراق والولايات المتحدة بالغة الأهمية وتتجلى باتفاقية الإطار الاستراتيجي. And we mounted an unprecedented military effort to defend Israel. Together with our partners, we defeated that attack. كما تعلمون شنت إيران هجوما جويا غير مسبوق ضد إسرائيل، وقمنا نحن من طرفنا بجهد عسكري غير مسبوق دفاعا عن إسرائيل، وبالتعاون مع شركائنا قمنا بدحض هذا الهجوم. The United States is committed to Israel's security. والولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. We're also committed to the security of our personnel and partners in the region, including Iraq. ونحن أيضا ملتزمون بأمن أفرادنا وشركائنا في المنطقة بما في ذلك العراق. Partnership between Iraq and the United States is critical. الشراكة بين العراق والولايات المتحدة هي أمر بالغ الأهمية. هذا وأكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على أن الأجهزة الأمنية العراقية اليوم على مستوى كبير من الجهوزية، مشيرا إلى بدء العمل نحو علاقة شراكة من خلال اللجنة التنسيقية العليا لتقويم الموقف العسكري ومخاطر داعش وقدرات الأجهزة الأمنية للوصول إلى مقترحات تتعلق بجدول زمني لإنهاء مهمة التحالف. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، معربا عن اهتمام العراق بالحصول على الخبرات والتسليح والحرص على الشراكة الأمنية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة التي يتفق الجميع على أهمية استقرارها ومنع التصعيد بما يؤدي إلى إخلال بأمنها، مؤكدا ثقته باستمرار الشراكة بين العراق والولايات المتحدة.
هذا وكشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تقديم العراق طلبا للولايات المتحدة لشراء أنظمة مضادة للطائرات المسيرة، مؤكدا أن ذلك الطلب جاء في لحظة بالغة الأهمية. حسب بيان للبنتاغون، فإن أوستن أكد استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على أمن العراق والولايات المتحدة، وأن واشنطن ملتزمة بدعم بغداد لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي. وأشار أوستن أن بلاده تتفق أيضا على ضرورة الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق. كما بحث رئيس الوزراء مع وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية والي أوديمو التعاون المالي والمصرفي والاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة. جاء ذلك خلال استقبال السوداني لأوديمو في مقر إقامته بواشنطن، حيث بحث الجانبان إمكانية التعاون لإعادة تأهيل المصارف الخاضعة لإجراءات خاصة من قبل الخزانة الأمريكية بهدف الوصول إلى الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي. إلى ذلك، أكدت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، مشيرة إلى رغبة الجانبين في توسيع العلاقة بين البلدين لتشمل استقلالية الطاقة والإصلاح المالي والخدمات وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. الجانبان وقعا مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء، مؤكدين أن العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان التي تعتبر عنصرا رئيسيا لأمن الطاقة في البلاد، مشيرين أيضا إلى ضرورة استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي. كما أشارت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة إلى أهمية الخطوات التي قطعها العراق في تعزيز أمنه واستقراره وسيادته، مؤكدة تصميمهما المتبادل على تعميق العلاقات المتينة بين شعبيهما. بدوره رحب الجانب الأمريكي بالتزام الحكومة باحترام حرية التعبير وفقا لبنود الدستور العراقي. الجانبان ناقشا أيضا أهمية استقرار قضاء سنجار، إضافة إلى التقدم المحرز لجهودهما في الحفاظ على التراث الثقافي للعراق وتنوعه الديني، مؤكدين عزمهما في تسهيل إعادة الممتلكات الثقافية العراقية إلى بغداد. إذن وسط اهتمام شعبي ورسمي كبير، رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني يبدأ زيارته إلى واشنطن بلقاءات مهمة مع بايدن وبلينكن ركزت على بحث أطر التعاون المشترك في مجالات عديدة. استهل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني زيارته إلى واشنطن بلقاء جالية العراقية هناك، ألحقها بمجموعة لقاءات أهمها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، ليبحث أطر التعاون المشترك في مجالات التنمية والتبادل العلمي والاستثمارات والطاقة. الولايات المتحدة حذرة جدا في التعامل مع العراق باعتبار مصالحها مهددة، دائما هناك اعتداءات وقصف على مقارها داخل العراق، وهذا بإعلان صريح من الولايات المتحدة بأن ما وراء هذه الاعتداءات هي إيران. نأمل حقيقة من السيد السوداني أن يكون بمستوى عالي من الدقة في التعامل مع هكذا قضايا حساسة، لأن هذا الملف ممكن يضع العراق في علاقات متوازنة مع الجميع. ويحمل السوداني في حقيبته تطلعات العراق نحو شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة تمتد من السياسة إلى الاقتصاد ومن الطاقة إلى البنى التحتية، متجاوزا حدود التعاون الأمني إلى آفاق جديدة للشراكة المستدامة. المفاتيح الاقتصادية ممكن أن تعالج الملفات والمشاكل الأمنية. المفاتيح الاقتصادية ممكن أن تعالج المشاكل السياسية والعزلة الدولية اللي يعاني منها العراق.
والمفاتيح الاقتصادية ممكن أن تعالج المشاكل المجتمعية من الفقر والبطالة وإعادة البنى التحتية. فلذلك إذا ما السيد رئيس الوزراء ركز على المفاتيح الاقتصادية والملفات الاقتصادية وفق الأجندة الحكومية لمصلحة البلد، نتوقع زيارة تكون ناجحة، غير ذلك تكون بالعكس لا سمح الله. وتحظى الزيارة بدعم سياسي ونيابي وشعبي، على أمل أن يلتمس الشعب العراقي نتائج إيجابية تزيد من وتيرة الأمن والاستقرار والازدهار. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأرجي أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى العراق خلال الشهر الحالي تعد نقلة نوعية في مجال العلاقات بين البلدين. الأرجي وفي تصريحات له ذكر أن زيارة الرئيس التركي ستختتم بتوقيع مذكرات تفاهم مهمة في إطار العلاقة الاستراتيجية والشراكة والنقل والطاقة والأمن والاقتصاد وتعاون رجال الأعمال في البلدين، بينما أضاف أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أولى الملف المائي أهمية كبرى. كما أشار الأعرجي إلى أن العراق حريص على إنهاء أسباب الخلاف، ومنها حل موضوع الجماعات المسلحة التي تقوم بضرب البلدين على حد سواء. أكد وزير النقل رزاق السعداوي من محافظة البصرة ضرورة تنفيذ مشروع طريق التنمية بعيدا عن الإضرار بأهالي صفوان، بينما لا يزال المسار الحالي للطريق يثير مخاوف الكثيرين هناك. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. مضي مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بعيدا عن الإضرار بأهالي صفوان بعد أن بات يهدد أكثر من 2000 منزل ونحو 200 مزرعة هو أهم ما أحاطته زيارة وزير النقل لمحافظة البصرة. ما يتعلق باعتراضات الأهالي في مدينة صفوان، فنحن اليوم جزء من برنامجنا هو الاجتماع مع السيد محافظ البصرة من أجل الخروج برؤية مرضية لسكان صفوان، وكذلك من شأنها أن تمكن مرور طريق التنمية بمسار جيد. برلمانيون من جانبهم أشاروا إلى أن المسار الحالي لطريق التنمية يهدد مصالح الأهالي، فيما كشفوا عن تصديق مخططات المشروع بسبع محافظات وبقاء 5 حتى هذه اللحظة، فيما يرون أن الحل الوحيد لتعارضات الطريق مع الأهالي يكمن في التعويض. مقترحات أخرى من اللجنة العليا باتجاه مدينة صفوان، وهذا يضر بالمدينة، يضر أكثر من 2000 بيت سكني، وأيضا بنى تحتية، محطة، مصرف، مدينة الزائرين، أكثر من 200 مزرعة، وهذا أكيد يعني غير مقبول. صادقت حتى المحافظات، 7 محافظات من 11 محافظة صادقت، اللي متصادق هي فقط البصرة وكربلاء وبغداد ودهوك باعتبار يمر في قلب المدن. التعويض لابد من عنده، نطلع بأقل الخسائر. أكاديميون من جانبهم أكدوا على ضرورة إزالة كل التعارضات التي تعطل المشروع، فيما رجحوا أن ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية سيكونا المورد الأساسي الأهم بعد النفط للدولة العراقية مستقبلا. واردات الموانئ بالعالم اليوم أكثر دول من يعني عندنا شواهد تجربة عالمية، ماليزيا، اندونيسيا، غيرها، الإمارات اليوم وارداتها بس موانئ، يعني نقطة العبور الموانئ أحد إيرادات الدول العالم تستغلها، فأكيد راح يكون رافد مهم يمكن يضاهي إذا كان اشتغل بالطاقة القصوى 100% أكيد راح يضاهي حتى إيرادات النفط. تقدم العمل بطريق التنمية يحتم على الحكومة إيجاد الحلول لكافة التعارضات التي تصطدم بمرور المشروع عبر أراضي الأهالي التي يسكنها المواطنون، فيما يبقى إعداد القوانين وتأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية عائقا آخر. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. استنكرت كتلة السيادة النيابية التهديد والتهجم الذي طال النائب مضر الكروي والنائبة ناهدة الدايني في ديالى. الكتلة قالت في بيان لها إن الخارجين عن القانون
أرادوا فرض إراداتهم العشائرية والسياسية بقوة السلاح على المحافظة، محملة القيادات الأمنية في بغداد وديالى مسؤولية أمن النواب وأعضاء مجلس المحافظة، بينما طالبت الكتلة السلطات بتطبيق القانون وإنفاذه في ديالى والتوافق السياسي العاجل استكمالا للاستحقاقات الدستورية ومنعا لشغور منصب المحافظ لما يترتب عليه من ضرر يطال مدن وأقضية المحافظة كافة. إلى ذلك، كشفت اللجنة القانونية النيابية أن البرلمان سيناقش مقترح قانون جديد يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية. القانونية النيابية أوضحت أن مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس 3 سنوات الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة تم تقديره ب10,000 دينار عن كل يوم، لافتة الانتباه إلى أن المحكوم يجب أن يكون مدانا بجرائم بسيطة مع شرط التنازل من أصحاب الحق الشخصي. من جانبهم، أشار خبراء قانونيون أن ذلك الإجراء معمول به في دول عديدة بالعالم. 35 شخصا يعتدون على منتسب أمني في مدينة الكاظمية ليرقد في المستشفى يصارع الموت. تفاصيل أوفى على لسان ذويه في التقرير الآتي. طبيب اللي طبي بالعملية صاح وين مرته؟ طبت لطان علاقة بس عظام. النصوص عاجزة أمام وصف مأساة زوجة المنتسب الأمني قصي، وهي تقف بجانب شخص تهشم رأسه على يد 35 شخصا انهالوا عليه ضربا بمختلف أدوات القتل التي لا يتحملها جسد البشر، والسبب مشاجرة أطفال بين جارين انتهت بوالد الأطفال 7 فاقدا وعيه طريح فراش الموت. 35 واحد هم عليه، هو بدراجة دا يجيب سحور يم أفران السامر بالكاظمية بالعقيلات، كل شي ضاربي فتحات، هي مجرد فتحات والرأس أصلاً متهشم، بديهم متهشم، يعني ما نعرف ببلوكة ضاربي بضاربي كل شي ما مخلين شي يعني، ورجي مجرد هو يجي من الدوام دا يجيب سحور لا يعرف بالعركة، وهي مجرد عركة أطفال وقدامكم هو دا تشوفوه أنتو، يعني لا رجل كل شيء ما يعرف، يعني هسه احنا ما ندري من ذا، احنا هذا الجهاز اللي داي رحمه داي يتنفس على الجهاز، حياته معلقة على أجهزة التنفس الاصطناعي هنا في مستشفى الكرامة. أفلت الجناة بفعلتهم بعد أن سرقوا سلاحه ولم يلقى القبض سوى على شخص واحد. يطالب شقيقه رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل شخصيا لملاحقة من وصفهم بتشكيل عصابي يعبث بأمن مدينة الكاظمية. بالمقرنص مال الرصيف اضرب على راسه وهذه وضعيته، انتم شفتوا اليوم صار 11 يوميا اليوم فاقد الوعي. احنا الناشد ونطالب رئيس الوزراء المحترم ومعالي الوزير الداخلية المحترم وكل الوزراء المحترمين بين ياخذون حق منهم، عنده 7 جهال، شنو الذنب اللي مسويه؟ نريد نعرف شنو الذنب اللي مسويه لحد هاي اللحظه ما نعرف. هاي العصابه تفتر بالكاظميه ومسويهم رابطه، ماكو عشيره هسه ما متعاكين وياهم، ويسلبوهم ويهددوهم ويخافون العالم. سلبوه، اخذوا مسدسه واخذوا تليفونه واخذوا فلوسه. حالته حاليا معتمده على جهاز التنفس الاصطناعي، لان تعرف مراكز التنفس بالدماغ، والدماغ هو الجزء الاكبر اللي متضرر بالاعتداء، فحاليا الاعتماد على جهاز التنفس الاصطناعي إضافة إلى أكو علاجات وأدوية. حوادث عرضية كلما حاولت أجهزة الأمن طي صفحتها تقفز من باب المشكلات الاجتماعية التي تتشابك خيوطها بين عدم الامتثال للقانون وبين النفوذ المناطقي، ليدفع الأبرياء ثمنها حياتهم في أغلب الأحيان. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. أكدت رئيسة لجنة العمل النيابية ناهدة الدايني أن تشريع قانون تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة خطوة واسعة ومهمة في تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في الحياة. الدايني باركت للشعب العراقي التصويت على تشريع القانون الجديد، مشيرة
إلى أن أهم مبادئه تتمثل بضمان حق ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم عالي الجودة يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، فضلا عن توفير الدعم اللازم لهم للاندماج في سوق العمل بشكل كامل ومستدام. وأضافت الدائني أن القانون ينص على ضرورة توفير رعاية صحية شاملة والمتكاملة لذوي الإعاقة، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة. حكومة الإقليم تقرر منع إصدار فيزا العمل والسياحة للشباب السوريين غير المتزوجين وسط موجة استياء وقلق في أوساط الجالية السورية في أربيل. حتى إشعار آخر منع إصدار فيزا العمل والسياحة للشباب من كلا الجنسين السوريين غير المتزوجين، قرار اتخذته حكومة الإقليم وأبقت الزيارات مفتوحة للأهالي الذين يقيموا أبنائهم في أربيل بعقود نظامية وتأشيرات سارية المفعول. مواطنون سوريون يقولون: نحن متضررون من هذا القرار والحياة توقفت علينا بلحظة وأملنا كبير بالإقليم. والله يعني قرار مو زين، بالعكس نتمنى كل العالم تطلع تشتغل تعين أهاليتها. يعني الوضع غادي، يعني معيشة غالية بسوريا، العالم قاعد تجي لهنا قاعد تتعيش، العمال الشغيلة المعلمية، يعني نتمنى كل العالم تطلع ويفتحون الإقامات والفيز. يعني أنا بتمنى من السوريين يخبروا أصدقائهم في شغل ما في شغل، في حال في شغل يجوا، ما في شغل لازم يجوا. في ناس كثير بيجوا لعندي بيقولوا والله صار لي تقريبا شهرين بلا شغل، أنام بالحديقة وكذا كذا، يعني وضعي بسوريا تعبان بالمرة. والله هذا الشيء يعني بيفايدة للبلد، شباب البلد على الأقل تشتغل بمكان مثلا بنغلاديش أو مكان سوري. يعني هسه هنا قاموا يبطلون الشاب السوري الشاب العراقي ويشغلون مثلا السوري، يجيك يقول لك ب10,000 عادة يشتغل. هي هاي المشكلة، يعني قاموا يأثرون على شبابنا على الشغل مال الشباب هنا. قرار المنع جاء وفق مختصين لإتاحة الفرصة لسكان مدينة أربيل في إيجاد فرص عمل لهم التي زاحمهم عليها السوريون حسب قولهم، إضافة إلى كثرة المخالفين ممن انتهت تأشيراتهم وتوقفت عقودهم النظامية، فيما أوقفت بغداد وهي الأخرى فيزا العمل نتيجة اكتفاء الأسواق العراقية بالعمالة العربية والأجنبية. طبعا المجلس وزراء اقليم الكردستان طلع قرار 172، وحسب هذا القرار احنا كلفنا بالتعليمات، وكوزارة عمل وشؤون اجتماعية طلعنا التعليمات، وهذه التعليمات تتعلق بالعمالة الأجنبية اللي متواجدين بالإقليم الكردستان. وحسب هذه التعليمات لازم كل المشاريع القطاع الخاص لن تزيد على هذا الحدود اللي 25% و 75%، كل المشاريع لازم بيها العمال الداخلية في الإقليم الكردستان. وتشكل أربيل ملجأ للسوريين الذين تقدر أعدادهم في الإقليم بنحو 500,000 نسمة، وقد سهلت السلطات الحكومية استقبالهم بشكل كبير مقارنة بدول أخرى. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. نقابتا الصيادلة والأطباء في محافظة ديالى تشنان حربا على الأدوية المهربة ووصفات الأطباء المشفرة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. عشرات الأطنان من الأدوية المهربة ضبطت من قبل دائرة صحة المحافظة خلال هذا العام. السيطرات الخارجية والمنافذ الحدودية تشهد عمليات مشددة لمنع دخول الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط أطنان من الأدوية المخالفة للشروط الصحية داخل مذاخر المحافظة خلال اليومين الماضيين. يعني تم مصادرة أكثر من 20 طن، من نجي نحسبها احنا تقريب 10 اطنان في سيطرة مدرع، والمصادرة طارت عن طريق تريلات ايضا داخلة الى محافظة ديالى ومن ثم الى المحافظات عن طريق اقليم كردستان، تحتوي على علاجات ايضا اكسباير وغير صالحة للاستعمال. اليوم تم مصادرة 3 اطنان
من خلال التفتيش على المداخر الأهلية داخل محافظة ديالى. ملف الأدوية والصيدليات وحتى الوصفات الطبية يعتبر من الأمور الشائكة التي يعاني منها المواطن البسيط، حيث خولت نقابة الصيادلة بعض الشاحنات لنقل الأدوية ومنع أي جهات متنفذة لتهريب هذه الأدوية، فيما وضعت نقابة الأطباء شروطا لكتابة الوصفة الطبية بدون أي تشفير. اليوم هناك الأدوية من ضمن الشروط لا تدخل المحافظة إلا عن طريق برادات مخولة من قبل وزارة الصحة، وهناك تنسيق مع العمليات في محافظة ديالة، وبالتالي عملية دخول الأدوية تكون ضمن الظروف الملائمة لدخولها. وجدت بعض الخروقات في أن هناك رموز معينة للوصفة بأن لا يستطيع المريض أن يأخذها من مكان ثاني، فهناك إجراءات حازمة بين نقابة الأطباء ونقابة الصيدلة وإحالة إلى لجان الانضباط. فيما تستمر مناشدات العائلات البسيطة من استغلال بعض الأطباء والصيدليات واستمرار الاتفاق على رموز الأدوية وبأسعار مرتفعة تفوق قدرتهم الشرائية لها. ورقة الطبيب نريد نقراها ومع العلم هي باللغة الإنجليزية، بس نلقاها طلاميس ما يعرف يحلها غير بس الصيدلاني اللي موجود تحت العيادة. نقول له يابا هاي الدول ليش هالقد أسعارها مرتفعة؟ يقول والله عندي ضرائب. ويبقى الدور الرقابي على الصيدليات في ديالى أساسا للحفاظ على أرواح الأهالي من خلال منع الأدوية المهربة ومنع المتاجرة بها من قبل بعض ضعفاء النفوس. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. 13 عاما ومدرسة سبأ الابتدائية وسط مدينة السماوة تعاني الإهمال، وتلاميذها عوضوا بمدرسة كرفانية بدل إكمال بناء مدرستهم. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. هدم وتدمير بحجة البناء والإعمار، هذه صورة لأكثر من 100 مدرسة في محافظة المثنى بعد أن أوكلتها وزارة التربية إلى شركات غير رصينة لبنائها، حتى باتت على هذا الحال منذ سنوات. ومدرسة سبأ الابتدائية وسط مدينة السماوة واحدة من تلك المدارس المزدوجة المهدمة منذ عام 2011 لإعادة إعمارها، إلى أنها وبعد مضي أكثر من 20 سنة لم يكتمل منها سوى مرحلة الأساس. أما تلاميذها فقد عوضوا بمدرسة كرفانية بديلا لها. من المشاريع اللي تعاني من عندها مديرية تربية محافظة المثنى مشروع رقم واحد، هذا المشروع تم هدم بنايات مدارس بالمحافظة 108 مدرسة في عام 2011-2012 من قبل شركات، تم إحالة المشروع لها من قبل وزارة التربية ووزارة الصناعة والمعادن. توقف العمل بهذا المشروع نتيجة ظروف داعش ما مر به البلد، من ضمنها مدرسة النجوم، مدرسة السبأ المزدوجة الواقع في منطقة الغسل مدينة السماوة قضاء السماوة. ويؤكد الأهالي في المثنى أن بقاء هذه المدارس خارج الخدمة أثر سلبا على سير العملية التعليمية لأبنائهم في المحافظة التي تحتاج إلى أبنية مدرسية لتزايد أعداد طلابها من مختلف المراحل الدراسية. هاي المدرسة في منطقة حي التعميم، وسنة 2011 فلشوها وطابوها نشوهم أثاث مالا نشوهم، وإحنا مو منطقة ريف، إحنا منطقة محافظة ضمن محافظة ومنطقة التأمين، وأطفالنا مشردين بالكابينات وهذا مو صحيح. أبناءنا جاي يدرسون المدرسة بالكرفونات، بالصيف حار عليهم وبالشتاء الدنيا تعرف هاي مطار، ونخاف عليهم نتلون حتى يعني طلابك وبعض الطلاب بطلناهم المدرسة. ويرى مراقبون أن عدم جدية وزارة التربية طيلة هذه السنوات لإنهاء هذا الملف يضع أكثر من علامة استفهام حوله، ليدرج ضمن ملفات الفساد دون متابعة جراء التأثيرات الحزبية التي تهتم بمصالحها الضيقة دون الاهتمام للمصالح العامة. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. ملتزمون بأمن إسرائيل وقواتنا بالعراق، بايدن مرحبا بالسوداني، والثاني يؤكد سننتقل إلى شراكة كاملة مع أمريكا.
مستنكرة تهديد نوابها فدية، لكتلة السيادة تحذر من فرض الإيرادات بقوة السلاح وتدعو لإنفاذ القانون والتوافق. الدايني تزف البشرى لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تعديل قانونكم ليضمن حقوقكم بالصحة والتعليم. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.